لأنهم سمعوا عن نشاط الجمعية في توفير حضانات للمواليد لغير المقتدرين. هاني لما راح مقر الجمعية اتفاجئ أن الجمعية على مدار 10 سنين قامت بعلاج أكتر من 30,000 طفل مريض، 10,000 عملية قلب، 8,000 عملية مخ وأعصاب، 2,500 حوادث طرق وعناية مركزة، 2,000 حالة أورام، 1,500 جهاز طبي للفقراء، 500 طرف صناعي، كفالة تعليم 10,000 طفل من أسر المرضى، سداد ديون أكتر من 1,000 غارمة ممن عليهم أحكام، 100 مشروع متناهي الصغر. كل ده تم بعد بحث الحالات بدقة من الفريق البحثي للجمعية المتخصص في بحث مدى استحقاق الحالات. هاني ومراته جابوا زمايلهم كمان يشاركوا في الخير ده، انت كمان ما تحرمش نفسك من الأجر. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. شارك معانا ولو بالقليل. بنك مصر فرع إيزيس. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج توك شو. بداية أحب أقدم تعازي لفقداء الوطن يعني الذي وافتهم المانية اليوم على يد الإرهاب الغاشم، 10 شهداء وثلاث إصابات في بئر العبد. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبلهم من الشهداء والصديقين. بداية لا يخفى عليكم ما يحدث الآن في البلاد من مرض كورونا والتزام البيوت والحجر الصحي وغير ذلك. يعني مين اللي يعني بيكون في وش المدفع دايما؟ مين اللي دايما محطوط في الأزمة ومتصدر الأزمة؟ يعني كان عندي منهج قبل أزمة كورونا إن من المفترض إن اللي يتصدر المشهد دائما 2، عالم الدين أو في المقام الأول والطبيب في المقام الثاني، عالم الدين وعالم الطب، أو إن شئت فقل أطباء القلوب اللي هم علماء الدين وأطباء الأبدان اللي هم الأطباء. يعني في الفترة اللي فاتت قبل كورونا كنا بنشوف يعني مهازل، ولكن كورونا جه وعدل المشهد وقلب الدنيا رأسا على عقب وتصدر المشهد الأطباء في المقام الأول وعلماء الدين في المقام الثاني. النهاردة أنا عايز أتكلم عن الموضوع ده بالذات اللي هو الأطباء في المجتمع. النهاردة أنا معايا يعني جبلان أشمان عالمان، أحدهما عالم في الدين والآخر عالم في الطب، وأشهد الله العظيم أني أحبهما في الله. هذان الرجلان لهما ما لهما في العلم، العلم الشرعي والعلم أو علم الطب. رحبوا معي بفضيلة الشيخ عبد الله شكشوك رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. اهلا وسهلا بحضرتك يا مولانا. اهلا وسهلا بك، الله يعزك. تشرفت بحضرتك. هنعدل بس، مش رئيس لجنه الفتوى بالازهر عشان لجنه الفتوى لها رئيس غيرنا. تمام، احنا في محافظه البحيرة. رئيس لجنه الفتوى بمحافظه حشيش. مركز حشيش. الله المستعان. حقق للحق، يعني نرد الشيء الفضل الى اهله. عالم دين مشايخ مشايخ الازهر دول فوق راسنا من فوق. طبعا هم اساتذه ومشايخ طبعا، يعني كبار لنا. بارك الله فيك. الله يعزك ويبارك فيك. معنا طبعا حبيبي وصديقي الاستاذ الدكتور عصام بديوي، أستاذ طب المناطق الحارة كلية طب جامعة اسكندرية، زميل جامعة بوخم ألمانيا. دايما مشرفني ومنورني. أهلا بك أستاذ المشاهدين. أهلا وسهلا بحضرتك. هبدأ مع الشيخ عبد الله على طول، يعني عايز أتكلم مع حضرتك يعني كيف ترى من الوجهة الشرعية هذه المشكلة في ثقافة بعض الناس التي أدت إلى تردي الثقافة في المجتمع؟ نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حقيقة يعني قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي لما فيه حياة سعيدة هنيئة لكم. يعني إذا كان الناس يريدون
أن يعيشوا في حياة طيبة ملؤها السعادة والهناء رغم التعب والعناء. رغم التعب والعناء، يعني رغم التعب والعناء. لأن الإنسان مش هيقعد، يعني مش هيعيش في الدنيا حياة وردية وسهلة وما فيهاش عقبات وما فيهاش أشياء تنغص وتكدر عليه حياته. تمام. لا، سيعيش بذلك، لكنه لو اتبع الثقافة الإسلامية لعاش حياة هنيئة حتى وهو يتعامل مع المستجدات والأمور التي تعصف به من آن لآخر. تمام. ومنها موضوع كورونا. كورونا. كورونا ده، ومنها أمور يعني ثقافية مغلوطة لعدم الثقافة الشرعية أو الثقافة الإسلامية أو التشريع الإسلامي. تمام. يعني ترى تسمع أن مثلا في مكان ما قالوا لا ما تدفنوش الطبيبة أو أيوة الطبيب بالزبط. قالوا يخافوا من الطبيب لأن الطبيب حيكون صاحب عدوى. أيوة. وهو أصلا كمان وهو يعني جند من أجناد الله، الطبيب ده جند من أجناد طبعًا الله طبعًا. هو أصلا الديفنس بتاع اللي في وش العدوى بالزبط. فالثقافة ليه غابت عند الناس؟ برضو الهلع والخوف اللي عصف بالناس ده ليه 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 برضو ليه بيحدث هذا في عالم المسلمين؟ لأن الثقافة الإسلامية غابت في آونة كثيرة. طبعا أضرب لك مثالا واضحا. تمام. يعني في رمضان ده كان كنا زمان أو كان حتى من زمان بعيد يعني زمان قريب. تمام. إن كان يبقى شهر رمضان ده كله برامج دينية وتثقيفية وتوعية وما إلى ذلك ومما يرفع قيمة الإيمان عند الناس بالزبط. فيجعله يرفع الحالة الإيمانية يرفع يعني. الحالة الإيمانية عند الناس. تمام. وبالتالي بيحصل إيه لما بيرفع الحالة الإيمانية؟ أن الناس يكون عندهم تقبل وتعامل صحيح مع مجريات الأمور بثبات. فبدأوا يعني مسألة العدوى دي، أولاً النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في العدوى دي من زمان يعني حتى عشان الناس ايوه صحيح علينا ناخذ بجميع التدابير الاحترازيه وناخذ بالاسباب وناخذ بنصائح الاطباء الكرام ولا يفوتني ان اوجه كل التحيه والتقدير لجيشنا الابيض الأطباء والممرضين والممرضات وكل من يعمل في هذا الصرح. أنا أرى أن هؤلاء هم يقاتلون على الجبهة ومن يموت فيهم الآن هو شهيد بإذن الله. ربنا يبارك فيهم ويبارك في سعيهم يا رب. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن مسائل العدوى والأمراض والوباءات وما إلى ذلك. ديننا فيه كل حاجة يا أستاذنا الفاضل سعادة الباشا يا بيه، لازم تعرف كده أو مش تعرف، أنت لما تعرف أنت اللي بتعرفنا. الله يرضى عنك. بس الناس الفاضل. لازم تفهم النبي صلى الله عليه وسلم تكلم أول، وبعدين لما لقى فيه مثلا كانت أمراض وبتاع لهم قال صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة. لا عدوى ولا طيرة في حديث صحيح. يعني هذا الحديث حديث صحيح. تمام. لا عدوى ولا طيرة، أي أنه العدوى أن الناس ظنوا أن العدوى تكون بالجرثومة أو الميكروبس أو الفيروسات أو ما إلى ذلك هي التي تعدي لوحدها بتيجي منها العدوى. لا طبعا. فقال صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة. فلما الناس سمعوا كده راحوا ايه حصل بقى ان ما عادش في حد واخد احترازية وحد مش عايز كذا 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 واخد بالك. فقال صلى الله عليه وسلم فر من المجزوم كما تفر من الأسد. يعني العدوى يعني امر وارد ولكن انا التعامل مع مقتضياتها. هنرجع لحضرتك في حل طريقه حل هذه المشكله، لكن عايز اروح للدكتور عصام. نعم. ابدا مع حضرتك يعني من حيث انتهينا في الحلقه السابقه، يعني كنت تكلمت مع حضرتك في امر من الامور يعني وقلت لك بالفعل هل تتوقع رجوع ريما لعادتها القديمه؟ ايه راي حضرتك؟ ماشي حاجه شائكه شويه بس يعني هو انت خلينا نشوف دلوقتي اللي بيحصل بالظبط. انا يعني كل المستجدات ابتدت الامور شويه الناس تفقد الاهتمام والوعي بالمشكله وابتدينا اول ما دخلنا في رمضان
مسلسل ده شفت ده ايه البطل بتاعه ده اخبار ده مسلسل ده جميل جدا ده مسلسل هادف انا مش ضد ان احنا يعني ايه ما نشجعش الفن او نهتم بالفن انما انا اتوقع ان المشكله دي لما هتخلص هتتكتب برضو في طي نسيان اللي اتعمل من الاطباء والتمريض يعني الا بقى من رحم ربي لما نشوف بعد كده يعني برضو خلينا نتكلم على حاجه يعني نفس الكلام احنا انا بتعامل زي مثلا شهدائنا النهارده اللي ربنا يرحمهم يا رب ويحتسبهم يا رب ويشفع شهداء في الجنه يعني ويعني برضو معلش في ابطال بتحمل الكلام ده في الجيش وبتموت مع الايام برضو الناس بتنسى الكلام ده وبعد كده بتتجه للكلام ده مع ان المفروض الحاجات دي هي اللي تخلد الناس اللي هي بتموت وبتفني عمرها هم دول اللي يخلدوا وهم دول اللي دايما سيرتهم تبقى ايه تبقى موجوده وبرضو خلينا اتكلم معاك في حاجه انت بديت حلقتك بحاجه جميله جدا قلت الدين والعلم بص بالزبط. على اي بلاش يعني ايه هقول لك على بلاد الغرب بس الشيخ محمد عبده يعني من الناس الافاضل قال لك رايت الاسلام في بلاد غير المسلمين وما رايت الاسلام في بلاد بس هم عندهم قيم بمعنى عندهم قيم ايه ما بيكذبوش في صدق في شفافيه في كل واحد بياخد حقه في المجتمع مع العلم عشان كده البلاد دي بتتقدم فبرضو احنا عندنا لو القيم بس اختلف مع حضرتك لو القيم عايز اختلف مع حضرتك في امر من الامور حته ان هم عندهم قيم ومبادئ اختلف مع حضرتك فيها ودي ظهرت مع اول حاله يعني اول حادثه تمر بالعالم يعني اظهرت يعني اوروبا وجهها القبيح يعني حضرتك شفت يعني القافلات الطبيه اللي كانت في البحر والقرصنه والكلام ده كله ده هل دي قيمه ومبادئ؟ بص القيم والمبادئ بتتقاس ازاي؟ انت بتحافظ على شعبك ازاي؟ يعني انا هقول لك حاجه كويسه يعني انا حافظ على شعبي هم غالبا بنسبه كبيره هيتفتتوا بعد المشكله دي كلها لان كل واحد قال لك مصلحتي فين؟ طب خلاص مصلحتي فين؟ ما انت خلاص بقى انت ما جيتش معايا في مشكلتي فكل واحد بعد كده بقى يحل مشكلته معايا مع نفسه انا بتكلم على قيم ايه؟ احنا برضو عندهم قيم احنا ما نقبلهاش في مجتمعنا ماشي اللي هو الانفتاح الجامد عندهم أيوة بالظبط بس انا بتكلم على الحاجات اللي هي بتحس عليها الاديان اللي هي الصدق وعدم الغيبه والنميمه وبرده الاهتمام بذوي العلم وتقديرهم بالزبط. مش معنى كده ان احنا بنتجاهل الفن ده برده حاجه من الحاجات اللي هي الناس محتاجاها انما قيم وعلم اي دوله مش هتتقدم لو الدوله لو المنظومه دي بالزبط. ما اتقفلت الدائره دي ما اتقفلتش قيم وعلم مع منظومه حكوميه وجيش يحمي البلد مش هتلاقي اي بلد هتقع اي بلد هتقع احنا بقى عندنا في ركنين لسه ما استوفوش استوفاء كامل اللي هو القيم اللي هو تمسك الناس سواء بالاديان والقيم اللي بتدعو عليها جميع الاديان لكل الاديان بتدعو على القيم واحده اصلا ما فيش حاجه في كل دين بيدعي ان ما فيش كذب ما فيش بتعليم الله سبحانه وتعالى والعلم عندنا الاثنين دول لو ارتقوا حلب على مصاف الدول العلم والقيم مع المنظومه الحكوميه وجيش رادع اللي بالزبط. هو الحمد لله احنا ربنا ايه احنا حامينا بيه ايه من زمان والمصريين معروفين يعني ان احنا ايه ان احنا من اخر خارج جنود الارض يعني ربنا يبارك في حضرتك يا دكتور ارجع لحضرتك مولانا يعني اسال حضرتك سؤال كيف يمكن حل هذه المشكله وامثالها نعم وانا خليني بس ايه أقول لك تتم يعني لما تتم لما لما, لما, لما سبق يعني مسألة العدوى والمرض وتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن لا عدوى ولا طيرة بنفسها وإنما هي بقدر الله سبحانه وتعالى بقدر الله أنا أقول برضو قبل كل حاجة إن لابد أن تأخذ بالأسباب لابد أن تأخذ بالتوجيهات الطبية وتأخذ بالتدابير الاحترازية وكذا كل هذا وارد وصحيح تمام. لكن ليس معنى ذلك الهلع والخوف والرعب بالضبط احنا بنشوف يعني اطباء في امراض سكنية اخرج اي طبيب يخرج من العمارة لا وفي حاجة كمان ثقافة شعب انا قلت لحضرتك ايوه بالضبط بنقول لحضرتك ان احنا مثلا بنقول ان احنا يا جماعة احنا هيحصل لنا بلوى من التراكم العددي طب خلاص بنمنع في منطقه وما بنمنعش في منطقه اخرى بالزبط. احنا كشعب احنا كثقافه شعب
المفروض الشعب هو اللي يدير حاله بنفسه بعد التوجيهات الإدارية التي تأتي من نظام الدولة الصحيح والتوجيهات الصحيحة. تمام. فالراجل لما جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله، قال له ايه؟ قال له الجمل الأقرب اللي بيه ده الجرب. قال له دخل في الجمال وحيضرها والدنيا هتقرب وانا رحت في داية وكذا وكذا وكذا. فقال له بالراحة، ما تحملش على نفسك. ما تحملش الموضوع ما لا يتحمل. فقال له ازاي يا رسول الله، ده بيعدي وده بيعمل. قال له طيب ومن أعدى الأول اللي هو رقم صفر جه منين؟ بس طبعا احنا كورونا داون كان فيها كلام على في العالمي يعني، والمنظمات بتتكلم وكذا وكذا حول شكوك معينه دي بقى. المهم لكن النبي بيتكلم بصفاء ونقاء، بيقول له من اعدى الاول صفر، رقم صفر، من اعدى الاول، الجمل الاولان اللي انصاب بالمرض ده من اللي عداه؟ ما هو الحاله زيرو، الحاله زيرو. واخد بال حضرتك من اللي عداه؟ ما فيش حد عداه الا بقى قدره جاء من عند الله سبحانه وتعالى. نيجي بعد كده، احنا لما نيجي لازم يبقى عندنا التجاء لله ونستثمر الحدث مع الله سبحانه وتعالى، بحيث ان نرجع لانفسنا ونعود الى الايمان بالله وبالقضاء والقدر. تمام. وترجع الخشيه والهيبه. وكورونا ده ربنا سبحانه وتعالى عمله رحمه للناس يعني، بالزبط. علشان برضو الظالم والمفتري يرجع، اللي كان عامل نفسه مش ممكن يرجع. انا كنت عايز اسالك، واللي كان بيقول ايوه ان في بعض الناس بيقول انه كورونا غضب من الله، لا انا اقول كورونا رحمه من الله، الله يرضى عنك، لانها تجعل الظالم يرجع عن ظلمه وينكسر، وتجعل المؤمن يزداد ايمانا، الله يرضى عنك. فلو كانت الثقافة بمثل هذا فاعلم أن الناس ستعيش حياة هادئة مستمرة سعيدة تنموية. تمام. كنت عايز أرجع مع حضرتك يعني لنفس السؤال، كيف يمكن حل هذه المشكلة وأمثالها؟ أي نعم، أنا عندي أنا صدرت حديثي مع فضيلتك بأن الثقافة الشرعية الإسلامية، الثقافة، لأن الثقافة الإسلامية هي اللي تقول لي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، كنتم لا تعلمون. هي اللي تقول لي سيادة الطبيب المحترم الكريم ده تسمع نصيحه وتسمع توجيهاته وتسمع كلام العالم الذي يدرس الشريعة. طب لو أنت سمعت كلامهم، يعني مثال، تمام، الحالة أو بعض الحالات اللي بيخافوا من الأطباء فيها، أو ما يخافوا يدفنوا الناس الأطباء اللي هم كانوا بيعالجوا أو اللي هم كانوا أصيبوا من مش من غير الأطباء دولت، لو كان انا اقول لك انا هنغسله ازاي، ما هو انت هو حاطط في دماغه ما عندوش ثقافه غير ان هتمسك المريض وتقعد تعمل له كده وتصب ميه وتعمل له، مع ان التشريع الاسلامي بيقول لك انا يكفيني في التغسيل ان تعممه بالماء، يعني ممكن بخرطوم على بعد تعممه بالماء. ثم انك انت لما يجي واحد يكفنه ياخد الاحترازات بتاعته. تمام. وبعدين يدفنه بعد ما يحطه. طيب ويجي يقول لك طب وهنصلي عليه ازاي؟ اولا برضو التشريع اقول لك ثقافه اسلاميه بتخلي الحياه سيمبل سهله ميسوره ما فيش عقد. كان ممكن اتنين يصلوا، طب ويقول لك كام حاجه غير كده، بعد ما يندفن ونحطه في التراب طبعا مش هتطلع الفيروسات، ممكن ان تصلي عليه بعد الدفن، ويمكن ان تصلي عليه صلاه الغائب. عايز ارجع للدكتور عصام. نعم. في النقطه دي طبعا، هل بما ان حضرتك طبيب طبعا هي النقطه بتاعت حضرتك، هو المتوفى بعد ما يموت ممكن ينقل العدوى؟ دي بقى نقطه بقى مهمه جدا عايز اتكلم فيها. ايوه اتكلم. ثانيه واحده، هو الفيروس ده مش كائن؟ زدنا علما. الله يخليك. الفيروس ده ايه؟ كائن. كائن. كائن ايه؟ كائن حي. مش كائن ميت. بالظبط. علشان يكمل دورته التوظيفيه ودورته والدوره الحياه بتاعته ويوصل للمراحل اللي هو بيعمل بيها امراض في الجسم، لازم يكون بيصيب بني ادم ايه؟ حي. حي. طيب الكائن اللي هو كان حمله وكان بيتغذى عليه علشان يكمل دورته في الحياه ودورته في العدوى مات. تمام. ايه يبقى هو ايه؟ هيفضل عايش جوه بيتنطط جوه الميت؟ ده هيموت. حاجه يعني بصراحه. ثم تاني حاجه، ده فيروس عباره عن بيتنقل عن طريق الهواء والرذاذ. هو الماء ده بيتنفس؟ لا طبعا. طيب يعني، طيب يعني حتى اللي بيغسل لو اجراءات احتياطيه ساعات مثلا ما اعرفش بقى عشان حضرتك انا ما اعرفش الفقه، بس ساعات بيحطوا باين في بقه
قطنه بيصحه في مناخيره في حاجه في مش محتاجه مش واجبات اصلا مش واجبات يعني مش واجبات دي الحاجه الوحيده كنت اقول لك خلي باله بس هو بايه لا ما هيش واجبات لان لو الفيروس مثلا بيعيش مثلا زي ما بيقولوا بعد السقيعات اللي هو بعد على الاسطح ممكن يكون في الميت موجود مثلا بعد الساعات وبعد كده يموت هيموت معاه بنفسك بالظبط كده انما الاجراء اللي بيحصل ده مهزله بكل ما تحمله بكل ما تحمله معاني لما يقول لك ما في امريكا بيرموا امريكا احنا مش زي امريكا لا امريكا والمانيا روح بص على دول اوروبا التربه هناك عشان تشتريها حضرتك دي بفلوس كتيره جدا جدا ما حدش بيبص فيهم للحياه الاخره كتير قوي فهم مش عاملين حساب بيني وبينك يعني الاخره ما عندهمش مقابل كتير على فكره فلما يحصل حاجه زي كده ما انت مش شاري الكلام ده اصلا فهي بقى الدوله بتتبرع وتعمل مقابر ايه الجماعيه دي انما احنا طبيب يموت علشان بيواجه حاجه زي ما يكون جندي ميت على الجبهه وبعد كده انت مش عايز ايه مش عايز ايه تعمله عشان ايه طب ما هو ممكن يبقى دمه ملوث ويبقى فيه فيروس سي ابعدوا عننا ايه ده ان شاء الله ده في عرف مين ودين مين اللي بيقول حاجه زي كده طيب معانا اتصال استاذ ابراهيم كفر الشيخ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ ابراهيم اهلا وسهلا بحضرتك اهلا وسهلا يا فندم ممكن اسال سؤال بس للشيخ تفضل مع حضرتك الشيخ تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته بقول لحضرتك انا راجل على الله تمام ينفع اطلع صدقه ليه السؤال ايه عيد السؤال تاني ما عيد بقول لك انا راجل ارزاق على الله ينفع اطلع صدقه طبعا على الله. طبعا ينفع تستطيع ان تخرج الصدقه وخير الصدقات ان تكون شحيحا النفس محتاجها وذلك يؤثرون على أنفسهم قال الله تبارك وتعالى يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون فالذي يستخرج ده أنت تكون مثالا طيبا جميلا يحتذى بك يا أخي الحبيب أيها السائل الكريم إنك أنت بتبقى أرزوقي وعلى قدك وعايز نفسك تتوق إلى الصدقة وأحد الصحابة حينما دخل البيت ولم يجد شيئا يتصدق به وتاقت نفسه إلى الصدقة هو أصلا متعود يتصدق بأي حاجة فلم يجد شيئا فقال اللهم إني قد تصدقت على عبادك بعفوي عنهم فيما خاضوا فيه في عرضي يا دوب هو يعني الناس اللي جابوا لي قالوا عليا وحش او عليا كذا واللي جابوا سيرتي واللي مش عارف ايه يا رب انا مسامحهم وانا بتصدق بدي فقابله تاني يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له انت عملت ايه البارح قال له والله ما عملت حاجه ده انا حتى جيت ندور على حاجه نتصدق ما لقيتش قال له ان الله اخبر انه كما تصدقت انت على عباده فان الله قد غفر لك ذنبك الله نعم. جزاكم الله خيرا سيدنا مشاهدي الكرام نخرج إلى فاصل ونرجع لحضراتكم مرة أخرى إنقاذ حياة طفل لأنهم سمعوا عن نشاط الجمعية في توفير حضانات للمواليد لغير المقتدرين هاني لما راح مقر الجمعية اتفاجئ أن الجمعية على مدار 10 سنين قامت بعلاج أكتر من 30,000 طفل مريض 10,000 عملية قلب 8,000 عملية مخ وأعصاب 2,500 حوادث طرق وعناية مركزة 2,000 حالة أورام 1,500 جهاز طبي للفقراء 500 طرف صناعي كفالة تعليم 10,000 طفل من أسر المرضى سداد ديون أكتر من 1,000 غارمة ممن عليهم أحكام 100 مشروع متناهي الصغر كل ده تم بعد بحث الحالات بدقة من الفريق البحثي للجمعية المتخصص في بحث مدى استحقاق الحالات هاني ومراته جابوا زمايلهم كمان يشاركوا في الخير ده انت كمان ما تحرمش نفسك من الأجر من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون شارك معانا ولو بالقليل بنك مصر فرع إيزيس مشاهدي الكرام رجعنا لحضراتكم مرة أخرى يعني كنت بتكلم مع الدكتور عصام حضرتك كنا يعني وحضرتك بتتكلم في إجابة السؤال الأول كنت عايز اسال حضرتك سؤال انت اتكلمت باستفاضه شويه وقلت ان يعني المسلسلات هترجع الناس للعهد اللي قبل كده ان يعني ان هينسوا الاطباء وهينسوا ابطال الجيش وهينسوا طب ما احنا ممكن نستخدم التمثيل برضو في
عمل مسلسلات او افلام للاطباء ونبرز دورهم في المجتمع. لا 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 لا. طب ايه رايك؟ لا 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 مش عايزين تدخلين. لا متشكرين جدا جدا متشكرين. بص احنا دورنا احنا دورنا كده كده احنا حالفين على قسم ان احنا نخدم الناس بحياتنا، حتى لو قصاد كده هتبقى قصاد كده حياتنا احنا. وما فيش اي، واقدر اتكلم على لساني ولسان كل زملاتي الدكاتره، ما فيش دكتور بيبقى متعته اكتر من العيان يتم شفاء على ايده بيد الله سبحانه وتعالى، يكون سبب في شفاء شفاء العيانين والمرضى. انما التخليد والتمج احنا مش طالبين كده، احنا مش طالبين كده. وعلى فكره هو ده انا حبيت اوضح. لا لا لا, لا شكرا. اوضح كده عشان بعض الناس بيقولوا ان الدكاتره عايزه يعني اطراءات وتمجيد وكلام من ده. انما توجيه رسالتي للحكومه ان احنا لازم، المشكله دي خلت ان فعلا العلم والطب عندنا لازم يتنظر له بمنظور تاني خالص، نبدا يبقى ليه ميزانيه اكتر شويه، والدوله تشجع البحث العلمي وتعمل تحفيز الاطباء. احنا مش عايزين تحفيز مادي، احنا عايزين تحفيز معنوي. ان احنا والتحفيز المعنوي بتاعنا مش حد يسقف لنا ويقول لنا متشكرين، مش عايزين الكلام ده. احنا عايزين اماكن نقدر فيها ننتج، ونقدر فيها بالزبط نطلع ابحاث علميه، ونقدر نحط فيها بلدنا على المستوى الطبي الراقي اللي هو يرتقي لاي، لان احنا فعلا مش اقل من اي دوله. يبقى لازم تنمو المنظومة الصحية عندنا، ومنظومة التأمين الصحي، ويتوفر عندنا السراير، ويتوفر عندنا الأجهزة الحديثة، ويتوفر عندنا معظم المعدات الطبية الحديثة بالمقارنة زينا زي العالم، علشان أقدر أفيد البلد دي، وأقدر أطلع أبحاث، وأقدر أخدم المريض على أكمل وجه. وده التقدير المعنوي بتاعنا. إن أنا كدكتور انت مش متخيل مدى اليأس ومدى الإحباط ومدى الاكتئاب اللي ممكن يجي لنا لما عيان بيجي لي مثلا وبقول له انا مش قادر اعمل لك حاجه، خلاص دي حاله ميؤوس منها. دي اكتر وقت الدكتور بيحس بيه بالفشل. طيب. بس ربنا برضه سبحانه وتعالى اختصر بس شويه حاجات عشان تعرف مدى صغرك، عشان ما نتغرش احنا في يوم من الايام نفتكر ان احنا ايه، احنا اللي بنشفي الناس. لازم بيقول لك انت بتشفي عشان انت سبب، انا اللي بلهمك. مثلا عيان عنده ورم وجاي منتشر في كل حاجه، هعمل له ايه؟ سيب امر الله ينفض بايه بتاع. كل اللي بعمله بحاول اخفف من الامه، انما انا ما اقدرش اعالج المرض ده. انما كل ما الامور دي اتوفرت معايا، ودي اكتر تقدير معنوي تقدر تديه للدكاتره، انك توفر لهم بيئه صحيه ومناخيه وهيئات واجهزه تقدر تقوم بالهدف بتاعهم اللي هو شفاء المرضى ومنع الكوارث اللي حصلت زي ايه دلوقتي. وشوفوا دلوقتي مين بيتكلم جنب ترامب، اللي بيتكلم جنب ترامب واللي بيتكلم جنب مستشاره المانيا ميركل وكده، كل دول مين؟ كل العلماء والاطباء. فيعني هو ده اللي احنا بنطلبه، انما لا مسلسلات ولا افلام. متشكرين جدا. يعجبني في حضرتك حاجه قلتها، خلينا دايما في الظل كده احسن. دايما في حاجه دايما انت بتقولها وذكرتها في الحلقه السابقه، وما اوتيتم من العلم الا قليلا. يعني حضرتك بسم الله ما شاء الله دايما بتتجرد، او يعني بتتجرد من اي حاجه فيها عظمه. لا 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 بتنسب العظمه لله عز وجل. ربنا يبارك فيك وفي سعيك. يعني عايز ارجع لحضرتك يا مولانا في امر انت اتكلمت، بس انا عايز حضرتك تستفيض فيه. نعم. هل هناك في الشريعه الاسلاميه ما يحذر من مثل هذه الامور التي تؤدي الى جرح مشاعر اقارب هؤلاء الموتى؟ نعم. تمام. وبعد نعم. افراد المجتمع. نعم يا اخي، شوف يا اخي الحبيب، الاسلام ده لما تشوف التشريعات بتاعته في منتهى العجب ومنتهى الرحمة واللطف. يعني حتى لما تبقى الأحكام فيها نوع من الشدة على الحالة يتخفف الإسلام منها، يقول لك خلاص خلينا النص بس، زي الصلاة في المسافر وزي الصيام للكذا والمريض وكذا وكذا وكذا. الإسلام يجي يعني تسمع قول الله تبارك وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الله عليك سيدي. يعني أنا الناس اللي هي ذوي الذين قد استشهدوا نحسبهم عند الله من الشهداء إن شاء الله، سواء كانوا من الأطباء أو كانوا من فريق العمل في مجال الصحة بدون توصيفات، يعني كله التشريق كله، أو من غير هؤلاء وقد مات
مريضا بهذه بهذا الداء. اولا الداء ده يعني حتى لو مات هو بيبقى مرض داخلي، يعني الاطباء الكرام قالوا لنا ده بقى بيبقى عباره عن توقف الرئه، توقف الرئه، والرئه دي داخل التجويف البطني وده صدري او الصدر داخل تجويف الانسان ككل، التجويف البدني، تجويف البنيه نفسها داخلي. يعني يمكن ان يكون هذا من الشهداء فيما يكون والبطنه من الشهداء كما عدده النبي صلى الله عليه وسلم، المبطون شهيد، والمبطون شهيد. الله يرضى عليك. لما حينما قال ما تعدون الشهيد فيكم، قالوا الذي يقاتل في سبيل الله فيقع في ساحة الوغى وكذا وكذا، قالوا والله إذن شهداء أمتي قليلون، الهدمة والغرقة والبطنة والحرقة كل هؤلاء شهود شهداء، وحتى المرأة التي تموت وهي تلد كذلك فهي من الشهداء عند الله سبحانه وتعالى. فكيف أن يكون؟ وبعدين سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم لما المطعم بن عدي وقف معاه وقفة زمان، المطعم بن عدي وقف معاه وقفة أيام ما كان النبي مش عارف يدخل من وهو جاي من الطائف، مش عارف يدخل مكة، وبعدين وقف معاه، وبعد ما وقف معاه عدت الأيام وانتصر النبي في بدر وبقى معاه الناس، يقول إيه بقى النبي ومات والمطعم ابن عدي هذا مات مشركا الله عليك. النبي يقول إيه بقى؟ والله لو كان المطعم ابن عدي حيا لتركت له هؤلاء الأسرى. لما كان له من فضل. الله عليك. فإزاي النبي الرسول صاحب الفضل والاعتراف بالجميل يا راجل، الاعتراف بالجميل يا أستاذنا الفاضل، إزاي ننكر أنه بعد ما أنا يبقى طبيب أو يبقى واحد مريض، والمريض ده ليس على المريض حرج، والمريض ده الضعيف ده ضعيف، وقال صلى الله عليه وسلم الضعيف أميل الركب، ده كان ده الناس تعرف يعني تتمنى كده تساعده تقف جنبه حتى لما يموت، أقل حاجة يدفنوه، أقل حاجة يتعاملوا معاه معاملة طيبة لو كان مريضا. إذن هذه الثقافة لابد أن تعود إلى الناس، وهذه المشاعر والأحاسيس لابد أن تكون دافئة في قلوب الناس حتى يستطيعوا أن يعيشوا عيشة هنيئة سعيدة ملؤها الازدهار والاحترام والحضارة. ربنا يبارك في حضرتك، يعني بسم الله ما شاء الله، يعني الله يعزك، ربنا يبارك فيك الله يعلمك. الله يعزك دكتور عصام. يعني انا كنت بقرا في كتاب من فتره، فالكتاب ده كان في التاريخ، فكان ده يعني في القرون الماضيه، يعني كنا نسود العالم في الطب، وكنا نسود العالم في كل شيء يعني. فقرأت بعض الحاجات عن الأشياء عن الطب، يعني إن كان الطبيب في أوروبا مثلا لو في واحد طلع له بعض الدماميل في قدمه كان ممكن يقول له اقطع قدمك، تمام، وبالفعل قطع القدم أو بتر الرجل، وحتى نزل مخ الساق من رجل المريض وتوفاه الله. فيعني يعني كنا نسود العالم في هذا الوقت. الآن يعني الطب عندنا تراجع، أنت نظرة حضرتك للأطباء قديما وحديثا؟ بص حضرتك زي ما أنا قلت في كلامي في الأول، بتعتمد على البيئة المحيطة بالطبيب وبالإمكانيات اللي هي متوفرة ليه، هو دي اللي بتخلي اي واحد مش شرط دكتور مهندس عالم ينبغ ويبدا يبدع. واحنا على فكره احنا عندنا ابن سينا وعندنا ناس عظام جدا فضلوا الطب اصلا ليه في بعض الناس في اوروبا، سيشن اوروبا برضو كان في عصور جاهليه وسطى، هم بعد كده اتقدموا عندنا عشان اهتموا بحاجه مهمه جدا. ايه حاجه؟ منظومه البحث العلمي، وحضرتك هم بيدوا مساحة من الوقت ومساحة للإبداع للشباب الناشئ والأطباء. منظومة البحث العلمي، لو منظومة البحث العلمي ما تطبقتش عندنا كويس مش هتعرف تاخد أي نوع من أنواع التقدم الطبي. احنا عندنا كوادر كويسة جدا بس الإمكانيات للأسف نقدر نقول من ضعيفة لمتوسطة. الإمكانيات دي والمراكز البحثية وتطوير المستشفيات وتطوير البنية التحتية
اول حاجه التعليم وتاني حاجه الايه المنظومه الطبيه، لانك برضو ما ينفعش تخرج واحد البيزس بتاعته القواعد بتاعته مش سليمه وترميه في كليه زي كليه الايه الطب. انما عشان يكون في علمك احنا عندنا نظام الطبي، كليه الطب عندنا من اشق الكليات وفي المذاكره على على من الكليات العالميه مش يكون في علمك بالظبط. واحنا ما فيش حد فينا فعلا بيروح مش عن جهيه واحنا عشان مصريين احنا كويسين لا احنا فعلا النظام الطبي عندنا فعلا بيخليك لو رحت في اي حته تنتج عندك معلومات كتيره جدا. ومن بق بعض زمايلي من انجلترا والانجليز لما حصلت عندهم مشكله الكورونا الناس بقى بتصوت ايه ده انا ازاي انا قاعد 24 ساعه بشتغل وبتاع، مع ان زميلي المصري معاه بيقول لهم تعالوا اتفرجوا عليا ما كنت بقعد اسبوع في المستشفى وانا نايب ما حدش بيسال عني وبروح بيتنا يوم وارجع تاني يوم بعديها بنص ساعه. يعني احنا واخدين على الشقه واخدين على الكلام ده. انما الامكانيات انك تطلق ايد العلماء وتحمس شباب الاطباء الجديد على ان هو ينتج وان هو يحب الشغلانه. انا برضو اديك سامع برضو في الفيسبوك والحاجات دي كلها مشكله بتاعت شباب الاطباء اللي عاملين مشكله مع وزاره الصحه وايه ومش عايزين يستلموا وخايفين ان هم يستلموا في الاوقات الحاليه عشان ما يتوزعوش ومش عارفين المستشفيات هتقدم خدمه علميه ولا لا والله اعلم ياخدونا يرمونا في الكورونا. طب معلش ياخدوك يغلبوك في الكورونا هو انت دكتور فاكر نفسك ان انت مش هتتعرض لعدوى في يوم من الايام او مش عامل مع مريض يعني بعد صح. كده بقى لو دكتور يعني لا 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 ابعد عن المريض ده احسن يعيدين لا خلاص يبقى اقعد في بيتكم ما تشتغلش الله يرضى عنك يا دكتور. يعني انت بتهزر يعني وانا شغال مثلا حاله قيء دموي وبنقذ عيان وهو بينزف جا دم على ايده وانا عارف ان عنده فيروس بي ولا سي هقول لا اخي ايه ده لا وهسيب المنظار واسيب عيني يموت لا طبعا لا طبعا بكمل ومفيش اي مشكله عندي وبحتسب ده عند ربنا وبعد كده بقوم بتعقب وبعمل كل حاجه وبقول ربنا بيستر. مفيش حاجه اسمها دكتور يخاف ان هو يستلم علشان انا هروح هترمى بيا بوبال هنا ولا هنا. فطبعا والتاني والمستشفيات احنا مش عارفين المستشفيات اللي رايحين لها دي معده ولا التعليم فيها كويس ده في اي مكان في العالم. يعني انت ضامن المستشفى بتاعت مثلا اي جامعه ان التعليم فيها هيبقى كويس؟ انت ضامن القسم اللي هتخشه مثلا التعليم فيه هيبقى كويس؟ دي حاجه في علم الغابات. انت استلم وقول انا عايز الاحتياجات الفلانيه والدوله دلوقتي انا متهيئ لي في وقت اللي هي هتلبي جميع طلباتنا اصلا. بس انت لازم تضحك يا دكتور انت مش هتقعد ايه تقعد بعيد عن العيانين وخايف تتعدي ما كنتش دخلت الطب من الاول لان الطب فيها ريسك زي ما كنت انت جندي اترميت على جبهه الحرب مش وارد انك تموت وارد. طب خلاص يبقى ده بالظبط زي التاني انت هتسيب بني ادم قدامك يموت؟ لا طبعا هتعمل كل حاجه علشان تعمله. عشان كده طبعا انا رايي طبعا ان طبعا يعني لازم يبقى في شده ومحدش يسمع الكلام ده لو سمع الكلام ده هتبقى مشكله بعد كده جدا هتبقى مشكله جدا على الوزاره بعد كده. اللهم المستعان. يعني برضو كنت عايز يعني هرجع لحضرتك بسؤال بس هروح لفضيله الشيخ. يعني هل يمكن في الامور الحاليه اللي هي الثقافه المترديه عند الشعب او عند الناس في الان او بعض الناس يعني او بعض الناس عشان ما نعممش زي ما حضرتك بتقول هل يمكن الوقايه من هذه الامور التي يقع فيها الناس التي تؤدي الى المخالفات الشرعيه وجرح افراد المجتمع؟ ايوه نعم. شوف انا اقول لك الثقافه الاسلاميه بتخلي الإنسان عنده مشاعر ومبادئ وأخلاق يعني بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وإنك لعلى خلق عظيم. الأخلاق الحسنة التعامل الطيب مع الناس هو هذا يعني قمة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فلو كان الناس وكذلك يفقه الناس لابد أن يفقه الناس أمرا هاما وخطيرا وهو أن هذه الابتلاءات وهذه الأحداث الجلل المصائب الكبرى التي تنزل على الناس هي لأن يرجع الناس لإفادة الناس ليفقه الناس ليستفيق الناس. ألا ترى قول الله تبارك وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والعلماء يقولون إن هذه البلايا يعني لابن القيم وابن تيمية رحمهم الله رحمة واسعة تعبيرا عظيما يعني قالوا إن الله نكد على الناس وعكر صفوه وكدر حياتهم رحمة بهم.
تاني بقى وفسرها لي بالراحه كده. بقول لسعادتك تاني كده وبالراحه. العلماء الكبار الاجلاء يقولون كلام منظوم يحتمل معاني كثيره. منه ان الله سبحانه وتعالى لما ينزل هذه الابتلاءات وهذه الاختبارات وهذه الاحداث الجلل انها وكدر عليهم صفو حياتهم. ما هو انت دلوقتي استاذنا الفاضل في دعوات تطلع تقول ايه اصل الناس مجرمين واصل الناس مفتريين واصل مش عارف ايه عشان كده ربنا يخرب بيتهم. لا طب ما انت الدعوه لو كانت دعوه كده يبقى كل واحد الناس هتزداد يأسا وبؤسا وهتزداد في المصائب. لكن لما تاخدها بان الله بيبتليني حتى يرجعني عن ظلمي ان كنت ظالما ويرجعني ويرفعني من حسن الى احسن. فقال ان الله نكد عليهم صفو الحياه وكدرها رحمه بهم رحمه بهم. فقالوا كيف فاين الرحمه؟ فين هي الرحمه بقى؟ بقى انت بتقول لي كدره وبتقول لي عكره وبتقول لي رحمه في الاخر. قال له حينما يكدر الله على الناس صفو هذه الحياه فإنهم يقطعون وشائجهم وعلائقهم وأحبالهم من الناس ويتشبثون فيما عند الله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. طبعا الله خد بال حضرتك ويطهركم. الله عايز يطهركم الله سبحانه وتعالى. الله عليك سيدي. فهذه أمور تطهرنا نرجع إلى الله نرجع ونعطي كل ذي حق حقه. جاء الوقت ليستفيق الناس ويعلمون قيمة الطبيب وقيمة الممرض وقيمة هذا الفريق ككل وقيمة العلماء علماء الدين الذين يثقفون ويفقهون. من يرد الله يا أخي قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال العلماء شرحوا الحديث قال أي من يرد الله به كل الخيرات كل الخيرات يفقهه في الدين فتستوي ثقافته وتستوي معاملته المعاملة ويصبح إنسانا نافعا طيبا مفيدا يستفيد ويفيد نفسه ومجتمعه والأمة جميعا والناس أجمعين. ربنا يبارك في حضرتك يا شيخنا. دكتور عصام زمان كانوا بيطلقوا على الدكتور أو الطبيب حكيم. دي من فراغ يعني بص كلمة حكيم يعني ويعني جاية من الحكمة إن أمن أي طبيب ربنا سبحانه وتعالى لازم يمن عليه بنعمة الحكمة بحكمة ربنا. لأن أنت لو مش حكيم مش أنت مثلا ممكن تتعرض مثلا وأنت مثلا في أوضة عمليات أو أي مشكلة أو أنت قدام مريض بيموت لازم أنت الوحيد اللي تكون ماسك أعصابك ودماغك شغالة علشان تربط الخيوط كلها ببعض علشان ربنا ينير عقلك للإيه للحل الأمثل. لو أنت حضرتك فقدت أعصابك زيك زي غيرك أو اتعاملت بعاطفة شوية خلاص العين اللي قدامك ده إيه المريض اللي قدامك ده إيه راح بالزبط. فمن هنا جت من علينا لقب إيه حكيم إن حكيم. أنت لازم تبقى ذو حكمة ومسؤول وهادي علشان اي واحد فينا بيهتز بتبقى ايه بتبقى مشكله على المريض. هي بس بتبقى فرق ثواني في انك تلحق مريض او لا. طب برضه يعني لازم برضه الطبيب انه يكون متحلي بقوه الشخصيه يعني ده شيء اساسي في الطبيب. قوه الشخصيه مش الغلظه قصدك بيها يعني ايه قوه الشخصيه اللي انت إيه حضرتك تبقى يعني رائد يعني ايه مدير للموقف يعني حضرتك اللي بتدير الموقف. واصل حته قوه الشخصيه يعني انا ما يعني ما اعرفش بعض الناس يعني بيفهموها غلظه من الطبيب بالذات يعني ممكن في بعض الاطباء ان هم بيتعاملوا مع الناس بجفاء شويه. بص هو احنا اصلا يعني عشان نبقى صلح مع بعض حضرتك انت بتقولوا علينا ايه ملائكه الرحمه بالظبط. فحضرتك شخص يعني انا بعتبر ان صفه من صفات الطبيب الناجح علشان علشان يبقى طبيب ناجح حب الناس اللي هو ربنا سبحانه وتعالى قال لك لو انا راضي عن عبدي انا بحبب الناس فيه. حضرتك لازم والمريض قدامك من حقه يفهم طبيعه مرضه والمرض ده عباره عن ايه والعلاج اللي بتدوله ده بتدوله ليه وايه الاعراض الجانبيه ممكن تحصل. لان هو لو ما اقتنعش بكلامك هو هيطلع من عندك اصلا مش هيسمع كلامك. من هنا بقى جت دور الرياده ودور القياده اللي انت اصلا تقدر تقنع المريض بشخصيتك بحيث انك تفهمه كل حاجه وتديله وقته انما
ما ينفعش اتعامل معاه بتعالي ده برضو مريض. انما في حاجة اسمها الريادة والقيادة في الحديث، لازم المريض يعرف في الاخر ان فعلا اللي قدامه بيخاف عليه، بيفهمه حاجاته وخايف على صحته. ساعتها المريض هينصاع للايه؟ للطبيب، ودايما هيبص له بنظرة ايه؟ بنظرة القيادة. انما افرد قيادتي بغطرسة وده لا، ده ما اعتقدش ان هو اسلوب صحيح اصلا في الادارة في الطب. ودايما الطبيب الناجح زي ما قلت لك، الطبيب اللي هو بيوصل المعلومة مظبوط للمريض، فبالتالي المريض هيسمع كلامه، فهو هيساعد نفسه ان هو ينجح في علاج هذا المريض. لان ممكن المريض انت حضرتك لو رحت للدكتور اصلا وكلمك باسلوب وحش، هتاخد العلاج بتاعه؟ لا خلاص، يبقى انت كده لا قدر الله فضلت برضو عيان برضو. وعشان ايه؟ عشان عدم اقتناعك بالايه؟ بالطبيب. بالظبط. جزاكم الله خيرا دكتور. يعني شيخ عبد الله، يعني سؤال اخير لحضرتك. تفضل. يعني كنت عايز حضرتك توصف الطبيب من وجهة نظر الشرع. هو شوف حضرتك، كل من يتعلق بالإنسانية، أيوة، هذا له رفعة في جميع مستوياته الحياتية والأخروية. الله يفتح عليك. بل حضرتك الله يفتح عليك. التشريع الإسلامي ينظر حتى، سبحان الله، شوف قواعد شرعية موجودة في التشريع الإسلامي تقول الطبيب الحاذق، يعني الطبيب اللي هو معروف انه ده طبيب، مش لسه بقى طالب امتياز، يعني بالظبط طبيب معروف، طبيب ماله، اذا اخطا فهو غير ضامن للخطا الذي وقع فيه. تتصور اذا اخطا، اذا اخطا في يعني واحد بيعمل اوبريشن او عمليه جراحيه، دكتور مثلا، وبعدين وهو بيعمل اخطا غصب عنه، قطع شريان، قطع مش تمام. عارف ايه، المهم انه مات، تمام، المريض مات، تعال يا عم الشيخ انا بقى هنقاضي الطبيب ده وعايز منه دية او عايز منه كذا، الشرع يقول له لا، ده طبيب بيعمل انسانيا فوضع الاسلام له قاعدة بانه غير ضامن لخطئه. تصور غير ضامن لخطئه، لخطئه يا الله، واخد بالك، بس بشرط يكون طبيب حاذق. هو كلام صح يعني، طبيب ما فيش اي مع الاضافة لحضرتك، انت فاكرنا حضرتك لو حد فينا اخطأ في حاجة بنبقى احنا متعمدين؟ لا طبعا، لا مش حاجة، مش مستحيل، ده بيبقى لا مستحيل، ده الواحد بيفضل يحاسب نفسه ويجيله كوابيس واحنا عملنا حتى لا مش المقصد، انا بقول ايه، لا ما هو بس برضه الخطأ ايه؟ معلش، عندنا في الشرع، انما مش خطأ الاهمال، مش خطأ الاهمال، لا الاهمال قصة، احنا عندنا في الشرع، احنا عندنا في الشرع الاهمال قضية، اي خطأ المخطئ يعني من اتلف شيء فعليه اصلاحه. يا سيدنا، تمام، يا سيدنا، الاهمال وعدم الاخذ النظام والاسباب هذا خطا. انما انا دعني في كلمه من منبرك الكريم هذا، انا اتوجه بكلمه ولو بسيطه جدا في اقل من 30 ثانيه. تفضل. واخد بال حضرتك ان في ايام ديت فعلا هذه الجائحه أثرت على الناس اقتصاديا، خاصة الفقراء والمساكين، أرجوكم قفوا بجوارهم. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير يا سيدي. دكتور عصام، سريع رسالة حضرتك للناس، سريع. الا عدم التهويل وعدم التهوين، تمام، التأقلم مع الوضع، تمام، الفيروس ده خلاص ده معروف عالميا، مش هيروح على مستوى العالم، يعني انت معرض تتعادى بيه السنه دي، السنه اللي وراها، السنه اللي وراها، تمام. ااا برضه الحاجه دي عشان يكون في علمك، الحاجه اللي حصلت لنا ان احنا التباعد الاجتماعي والناس بقت حريصه، مفيش سلامات وبوص وحاجات زي كده، حتى تلاقي الانفلونزا قلت، الانفلونزا كمان قلت. ففي بعض العادات السيئه اللي هي كانت منتشره في مجتمعنا اللي هي بتؤدي يحدث، اعتقد ان الشعب المصري واعي، والحاجات دي هتاثر بعد كده علينا في صحيا، وهتخلي ايه المنظومه الصحيه، يعني صحه المصريين احسن ان شاء الله. اتعشى من الحكايه تختفي ان شاء الله في اسرع وقت، ودايما ربنا يجعلنا دايما سبب لشفاء الناس يا رب. جزاكم الله خيرا دكتور. مشاهدي الكرام، في ختام هذه الحلقه لا يسعني الا ان اشكر ضيفان كريمان، استمتعت كثيرا بالحوار معهما، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذه الحلقة
في ميزان حسناتهم وإنه ولي ذلك والقادر عليه. شيخ عبد الله شكشوك رئيس لجنة الفتوى بمحافظة البحيرة شرفنا. هو عضو خلاص مش لازم يبقى رئيس ولا حاجة، ده أنا خدام للجنة الفتوى. ربنا يبارك في حضرتك، شرفتني ونورتني. الله يخليك بارك الله يرضى عنك. الأستاذ الدكتور عصام بديوي أستاذ طب المناطق الحارة كلية طب جامعة اسكندرية زميل جامعة بخم ألمانيا، شرفتني ونورتني يا دكتور. ربنا يخلي حضرتك يا رب وأنت مشاهدينا. ربنا يبارك في حضرتك وأنت حضرتك طيب. مشاهدي الكرام، لا يسعني إلا أن أشكر حضراتكم على حسن المتابعة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.